لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع كتابات، بعد غلق المعابر ووقف الرحلات، مطالبات باحتجاز العائدين من إيران. في العربي الجديد، العراق علاوي في محاولة أخيرة لضمان حكومة توافقية. في القدس العربي، ترامب للكونغرس: موارد ليبيا يجب أن تكون محمية والعقوبات ستستمر. في صحيفة الزمان، نائبان يرفعان دعويين على حكومة عبد المهدي ووزير المالية. في موقع عربي 21، تركيا تغلق أجواءها أمام مقاتلات روسيا المتجهة لسوريا. في الشرق الأوسط، الكويت توقف نقل الأفراد من إيران وإليها بحرا بعد تسجيل إصابات ووفيات بكورونا. وفي المدى، أوامر قبض بحق 9 وزراء واستدعاء 34 آخرين خلال عام 2019. السلام عليكم. في العراق، المحاصصة كانت ملاذا للفساد وللصوص سراق المال العام، وهكذا أصبح المال العام بأيادي غير أمينة وغير وطنية، هدفها مصلحتها الشخصية ومصلحة أحزابها فقط. أما المصلحة العامة فقد كانت بعيدة عن تفكيرهم، ما جعل البلد يفقد مقومات تقدمه كبقية البلدان، مقال الكاتب علي العقيدي في صحيفة الزمان العراقية. العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 بنيت على المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية. المكونات كلها دخلت العملية السياسية، وكلها تريد أن تحصل على مكاسب سياسية واقتصادية وهيمنة على القرار السياسي لمصلحة كل مكون أو فئة، حتى إن العراق البلد الرائع والرائد فصلوه على مقاسهم. وهكذا أصبحت المحاصصة السبب الرئيس لوصول العراق إلى مرحلة التردي والتراجع والفشل في جوانب الحياة كلها، فضلاً عن تراجع مركزه وفي الجوانب كلها أيضاً، وعلى رأسها الجانب السياسي، فأصبح في ذيل القائمة. دولة إذا حضرت لا تعد، وإذا غابت لا تفتقد، في الوقت الذي كانت كل الدول تحسب حسابه قديماً وحديثاً. المحاصصة فتحت الأبواب على مصراعيها للفساد المالي والإداري، فقد تسنم المناصب الكبيرة والمهمة في الدولة أناس بعيدون كل البعد عن الرغبة الحقيقية لخدمة البلد. لذلك ركزوا، وعندما أقول ركزوا فالكلام يشمل الجميع، والعراقيون كلهم يعلمون علم اليقين بأن المحاصصة ركزت على ترشيح شخصيات للمناصب العليا والأقل منها حتى درجة مدير عام. وهذه الشخصيات كانت تكلف من أحزابها بأن تعمل أولاً لمصلحة أحزابها وطوائفها. ظل العراق يراوح مكانه بل ويتراجع ليصبح في ذيل القائمة، وعليه فالمحاصصة التي جلبت المآسي للبلد كانت أيضاً هي السبب الرئيس الذي جعل من أبناء العراق البررة يخرجون إلى الشارع بعد أن طفح الكيل وأصبح السكوت على ضياع الوطن أمراً مخجلاً ويدخل في حقل الخيانة للمصلحة العامة. ثورة الشباب في العراق تعيش فصلاً متجذراً في حياة الناس، ويصعب على ميليشيات ربطت مصيرها بالخارج أن تنتصر، وقد يكون حكمها الحالي بواسطة محمد علاوي آخر فصول حكمها، مقال الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. سياسيون غير عراقيين ممن ساعدوا وهيئوا مناخ اختيار محمد توفيق علاوي للحكم نصحوه قبل ركوبه قارب السلطة إن تمكن من ذلك بمخطط اعتقدوا أنه متقن. بعض صفحاته الأولية تقول له: اطلب من المتظاهرين الاستمرار في احتجاجاتهم للإيحاء لهم بأنك معهم وستلبي مطالبهم، واترك باقي القصة لنا، نحن نتدبرها لتنصيبك على كرسي رئاسة الوزراء. والرجل بطبعه ناعم ومسالم وغير عنيد،
ووفي في دواخله للإسلام السياسي الشيعي، ولم يتمكن من الخروج عنه حتى وإن تعامل بلغة تبدو ليبرالية اكتسبها من معاشرته الطويلة للنظام الغربي. محمد علاوي يحاول التمويه على حقيقة ما أفرزته انتفاضة أكتوبر من واقع جديد ورسمها خطاً عميقاً بين ضفتين. الضفة الأولى ضفة العراقيين المتمسكين بثوابت نريد وطناً مقابل ضفة الطبقة السياسية الحاكمة وأدوات القتل التي تديرها إيران، إذ أحيت هذه الانتفاضة مفهوم المواطنة والهوية العراقية التي اعتقد زعماء العهد الميليشياوي الجديد أنهم مسحوها من العقل الجمعي في العراق. الحقائق الجديدة التي أنتجتها ثورة الشباب لم يكتشفها محمد علاوي، أو هو محكوم بالابتعاد عنها وعن متطلباتها الأساسية في إزاحة مافيات الفساد الميليشياوية ومحاكمتهم والاقتصاص من قتلة أبناء الانتفاضة أو الثورة. العراق ولا شك يقع في بؤرة الاستقطابات والتوترات العنيفة بين الأمم أو الدول، كون منطقة الشرق الأوسط معبراً استراتيجياً لقارات العالم، وتمتلك أكبر احتياطات نفطية ومن الغاز الطبيعي وغيرها من موارد حيوية ضخمة. الأرقام الإحصائية الأخيرة تشير إلى أن معدل الفقر في العراق وصل إلى مستويات عالية لا يمكن تجاهلها، مقال الكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى. لعل من دواعي عدم صدق نبوءة انتهاء الفقر استمرار حالات الحروب وقضية التغيير المناخي التي عدت من الأولويات التي يمكن وصفها بتحديات الاقتصاد السياسي العالمي. اتصاعدت نسبة المآسي الإنسانية، علما بأن العراق واجه عبر تاريخه السياسي الحديث تحديات أخرى مهمة جدا تتلخص بثورة الشباب العراقي، جيل جديد عمره بين 15 و25 عاما، عد مليونية مسلحة بفكر حر ليبرالي تحرري مستقل يبحث عن تحقيق أبسط مستلزمات حياته، أمن، عمل، غذاء ومسكن، في ظل توجهات واتجاهات وطنية تصاعدت لدرجة مهمة سمتها الحث على استعادة الوطن العراق من براثن وأنياب حكام من القلة الفاسدة التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، حيث سوء إدارة الدولة وتجذر الفساد الاقتصادي بل والفساد الأخلاقي والمعنوي والضميري. ما ننشده لشبابنا ولأطفالنا أن يتجه النظام السياسي العراقي الجديد إلى اعتماد نظام حكم دولة المؤسسات الحقيقية لا دولة الأشخاص، مهما علت مكانتهم الاجتماعية الاقتصادية المالية والسياسية والثقافية. تغيير المعادلة في شقيها السياسي والاقتصادي يعتمد إلى حد بعيد أيضا على الشق الأمني، وهو البعد الأكثر خطورة، طالما يستمر ضاغطا على النظام السياسي العراقي من خلال انتشار عدد من الميليشيات أو العصابات التي لا تدين بالولاء للدولة العراقية، محتفظة بقوة عسكرية بعيدة كل البعد عن الاختصاص القانوني للدولة العراقية. لا قيمة للخوض في تفاصيل المخطط الأمريكي الصهيوني المسمى صفقة القرن، لا من أجل إقناع الفلسطينيين والعرب ولا لإقناع غيرهم من الشعوب الأخرى لانتظار مواقف مساندة للحق الفلسطيني ورافضة لتلك المخططات. مبكراً الفلسطينيون جميعاً أعلنوا رفضهم للصفقة قبل إعلان تفاصيلها، مقال الكاتب طلال عوكل في صحيفة الأيام الفلسطينية. لا نعتقد أن ثمة من يجادل بعد إعلان الصفقة في أنها أزالت كل الحدود والخطوط الخضر والصفر بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل أرض فلسطين التاريخية. الصفقة بما تنطوي عليه عملياً تكون قد وحدت الشعب الفلسطيني بأسره من حيث البرنامج والمشروع والأهداف وربما التمثيل الجامع. إن كان ثمة خصوصية للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل أو في القدس أو في غزة أو في غيرها، فإن هذه الخصوصية ليست سوى تفاصيل في إطار المشروع العام التوافقي
قد تفرض اختلافا في الوسائل والأساليب المستخدمة في مواجهة المخطط الصهيوني. إسرائيل إذن تمارس جوهر المشروع الصهيوني الإجلائي الإحلالي، ووجود نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية وما هو قادم من تهجير الفلسطينيين يؤكد الطبيعة الاستعمارية العنصرية لهذا المخطط. الخلاف قائم حول السلطة ووظيفتها وأدائها وصلاحياتها رغم الموقف الموحد الرافض لصفقة القرن، والمناكفات الفلسطينية لا تزال قائمة على أشدها. الصفقة لم توحد الشعب الفلسطيني فقط، وإنما واقعيا مسحت الفوارق البرنامجية بين الفصائل والقوى السياسية بما في ذلك الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط كريم فهيم، أكد أن منظمات العون والإغاثة المفترض أن تقدم العون في محافظة إدلب السورية المنكوبة هي نفسها والعاملين فيها بحاجة للمساعدة، فيما وصف بيان أصدره هذا الأسبوع وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك الأزمة في إدلب بأنها وصلت إلى مستوى جديد ومروع. نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غازي عنتاب ديفيد سوانسون أن الأمم المتحدة تعتمد اعتمادا كليا على أكثر من 10,000 عامل إغاثة في إدلب، وكثير منهم نزحوا، الأمر الذي سيقوض الاستجابة الشاملة للأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في إدلب، مؤكدا أن حجم الأزمة يزداد باستمرار. وأكد التقرير أن منظمات العون الإنساني التي يفترض أن تقدم المعونات للآلاف من الضحايا النازحين من إدلب أصبحت تجد صعوبة في إعانة حتى موظفيها الذين تعرضون للموت والنزوح المتكرر ونقص الأغذية والأدوية والأغطية في برد قارس. وذكر أن العاملين بمنظمات العون الإنساني أصبحوا دون مأوى ويبحثون عن أغطية لأنفسهم في فصل الشتاء القارس هذه الأيام، ومواجهة التقدم العسكري للنظام السوري الذي لا يرحم ضد الجيب الأخير للمعارضة السورية المسلحة بعد 9 سنوات من الحرب. وأكد 6 منظمات للإغاثة تقريبا أن عشرات المتطوعين لديها أصبحوا دون مأوى. وذكر التقرير أن العاملين بالعون يفتقرون لكثير من ضروريات العمل والتنقل المرتبطة بجهود الإغاثة وسعة النطاق، مثل السفر في قوافل من العربات المدرعة أو الطائرات المستأجرة لنقلهم من منطقة الأزمة أو بعيدا عن العنف. يقترب اكتمال عام على انطلاق الحراك الجزائري الذي لم يتوقف على الرغم من ظروف حاولت أن تنال من عزيمة القائمين عليه والمشاركين فيه المرة تلو المرة بالعمل على إسكاته أو إيقافه بكل الوسائل المتاحة، إلا أنه استمر تمدد وصمد. في هذا الإطار، ما هي الرهانات التي تنتظر الحراك والآفاق المستقبلية له في حركة سيرورة التغيير في النظام والنخبة السياسية؟ مقال الكاتب محمد سي بشير حول الحراك في الجزائر ومستقبله. الهيكلة هي المطلب الحيوي والاستراتيجي الآن للسير نحو المفاوضات الجدية بهدف إحداث ذلك التغيير، ولعل جلسات تعديل الدستور تكون المحك للدخول في تلك المرحلة الثانية، لأن مرور عام على الحراك يعني حتما الدخول في مرحلة النضوج وبروز الوجوه التي يمكن التعويل عليها لتمثيل الحراك بصدقية السلوك والمواقف طوال المدات السابقة، وخصوصا وهو المهم هنا منسوب المصداقية لدى شباب الحراك الذي ينتظر بفارغ الصبر الاقتراعات المقبلة ليرى التغيير في العادة. يفرح الناس عند حلول مواعيد الاحتفال بالإنجازات، وهو ما نراه ماثلا أمامنا بمناسبة مرور عام على انطلاق الحراك، إذ إن الجزائريين لا يزالون غير مصدقين أن حراكا شعبيا بملايين المشاركين في كل البلاد على مر عام ولم يشهد صداما واحدا على الرغم من بعض المشكلات العرضية، على غرار مسألة الراية الأمازيغية أو توقيفات وجوه بارزة للحراك، إلا أن سلمية من الحراك والتعامل الراقي والمتحضر من قوات الأمن كلها عاملان يؤكدان وصول الجزائر
إلى مرحلة نضوج الموقف المفضي إلى الجلوس للمفاوضات والتفاهم على عقد اجتماعي جديد يعلن من خلاله ميلاد مشروع جزائر المستقبل. يقول الكاتب: الإنجاز المهم في هذا العام هو عودة إمكانية الوعي السياسي وإمكانية إصغاء السلطة لمطالب الشعب، إلا أن ذلك الإنجاز هو الرهان الأهم، حيث أن المطلب والأفق الآن هو تحول ذلك كله إلى زخم للتغيير يشارك فيه كل الجزائريين، يكون أساسه عقدا اجتماعيا يقبل الجميع العمل وفقه. تحتوي أجنحة رتبة حرشفيات الأجنحة ومنها الفراشات على مصفوفة من الخلايا الحية التي تتطلب وظيفتها درجات حرارة مناسبة، ومع ذلك ونظرا لقدرتها الحرارية الصغيرة بالبادية، هل يمكن أن ترتفع درجة حرارة الأجنحة بسرعة في الشمس؟ درس الباحثون التكيفات الجسدية والسلوكية التي تمنع ارتفاع درجة حرارة الأجنحة الحية للفراشات، وقاموا بتحليل تركيبة أجنحتها عبر محاكاة لمجموعة واسعة من الظروف البيئية. ووفق الدراسة المطروحة في هذا الإطار، فإن الفراشات تستخدم الأجنحة لاستشعار الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء، وتستجيب للسلوكيات المتخصصة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأجنحة. ووجد الباحثون أن أجنحة الفراشة الحساسة رائعة بفضل التراكيب المكتشفة التي تحميها من الحرارة الزائدة في الشمس. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.